اسم الاب والابن روح القدس الاله الواحد امين. قصة مشهورة قوي في انجيل معلمنا لوقا، وهو بس معلمنا لوقا اللي ذكرها، لوقا 19، عن انسان اسمه زكا. يقول: ثم دخل واجتاز في اريحة، واذ رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب ان يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لانه كان قصير القامة. ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. هل أنا فعلا نفسي أشوف يسوع؟ خليني أقول لكم إن ساعات كتير قوي بنبقى نفسنا نشوف ربنا يسوع، لكن في حاجتين ممكن يوقفوا في طريقنا إن إحنا نشوف يسوع، زي ما قال هنا الإنجيل: ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. حاجتين كانوا واقفين قصاد زكا عشان يشوفوا يسوع: الجمع وقصر القامة. والجمع دول ممكن يكونوا الجمع اللي حوالين يسوع أو الجمع اللي حوالين زكا. يعني ممكن الناس اللي حوالين يسوع أو الناس اللي في الكنيسة، وسامحوني في الكلام اللي أنا بقوله، ممكن يخلوني مش قادر أوصل، وممكن الناس اللي حواليا يخلوني مش قادر أوصل. ممكن أكون بتعب من ناس في الكنيسة، من طريقة معاملتهم معايا، من طريقة معاملتهم مع بعض، من طريقة كلامهم، من تصرفاتهم، فيبقوا كده عاملين زي حاجز بيني وما بين يسوع. وممكن يكون الناس اللي حواليا، سواء أهل بيتي أو أصحابي أو الناس اللي معايا في الشغل، يكونوا كده برضو عاملين حاجز بيني وبين يسوع. طب زكا عمل ايه؟ عمل ايه عشان يتخطى الحاجز ده؟ يقول: فركض متقدما. لو انا عايز اشوف يسوع لازم اتجاهل الناس، اديهم ظهري واطلع قدام، ابقى مركز على المسيح. يا رب ما تخليش حاجة تمنعني عنك، ما تخليش حد يمنعني عنك، سواء حد في الكنيسة او سواء حد حواليا. ما تخلينيش يا رب أصطدم بأي حد مهما كان، ومهما كان الطريقة اللي بيتكلم بيها أو الطريقة اللي بيتعامل فيها معايا أو مع أي حد تاني. ما تخليش حد يمنعني عنك. دي يا رب ركز عليك أنت وبس، أبص عليك أنت وبس. أنا جاي الكنيسة عشان يسوع، أنا جاي أشوفك، أنا جاي أتلامس معاك، أنا جاي أسمع منك، أنا جاي أتحد بيك. فمش هخلي حد يمنعني من اللي أنا أشوفك، مش هخلي حد يمنعني من ان انا اسمعك، مش هسمح لحد ان يمنعني ان انا اتحد بيك. ايا كان، تجاهل، تجاهل اي كلمة تمنعك عن الوصول ليسوع، تجاهل اي موقف او اي حاجة تمنعك من وصول يسوع. اوعى في يوم تقول انا مش جاي الكنيسة دي تاني عشان تصرفات ناس او كلامهم. لا يا رب، انا عايز ابقى زي زكا، اركض اجري ناحيتك، أركض متقدما، أنسى الناس، أحط الناس في ظهري وأحطك أنت قدامي، وبص عليك وأجري عليك، وأنسى بقى مين بيقول إيه ومين بيتصرف إزاي ومين لابس إيه ومين بيحكم على مين ومين بيتكلم على مين. أنا مش دعوة، أنا جاي عشانك أنت. كمان لو في أي حد حواليا بيعطلني من الوصول إليك، سواء صحاب أو أصدقاء أو حد في البيت أو حد بره البيت، يا رب ديني أسيبهم وامشي، اطلع لقدام واجيلك. العائق الداني اللي كان واقف قصاد زكا ممكن يقف قصادي قصر القامة. كتير قوي ببقى عايز اروح ليسوع واقول: بس انا وحش، بس انا بغلط كتير، بس انا ممكن يكون فكري مش نقي، عيني مش نظيفة، لساني مش حلو، قلبي مليان حاجات مش كويسة. لا مش هينفع. لا برضو يا رب ما تسمحش ان قصر القامة، ما تسمحش ضعفاتي وخطيتي تمنعني عنك. اديني اطلع فوق الجميزة. ده كان حل زكا لقصر القامة، يطلع فوق الجميزة. والاباء بيقولوا الجميزة دي بتشبهنا بالصليب، والصليب فيه جانبين. لما اشوف محبة المسيح ده يشجعني ان انا اقرب منه، فانا ابص للصليب كده اقول: يا رب ده انت حبيتني الحب ده كله، يا رب ده انت مت علشاني، يا رب ده انت قلت لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. يا رب أنا جاي مش لأن أنا حلو، وأنا جاي مش لأن أستحق، أنا جاي لأن خاطي محتاج إلى تبرير، لأني مريض محتاج
إلى علاج، لأني ضعيف محتاج إلى قوة، لأني أعمى محتاج تفتح عيوني. أنا جاي يا رب ورجائي في محبتك اللي أنت اديتهاني على عود الصليب. أنا جاي يا رب أتمسك بوعودك أنك لم تأتي لتدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. مش أخلي رب ضعفاتي تقف حاجز بيني وبينك، لكن رب أقولك أنا جاي بكل الضعف وبكل الجهل وبكل عدم الاستحقاق، أقول لك رب أعني. كمان بيقولوا زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب العالم لي وأنا العالم. أبقى بيقولوا أن الصليب ده يرمز إلى، أو جميزة ترمز أن أنا ارتفعت عن الأرض، فكيت عني كل ربطات بتربطني بالأرض، تركت الخطية المحبوبة وتركت الناس اللي بيبعدوني عن المسيح وتركت الحاجات اللي مقيداني، الشغل اللي ملوش لازمة والأنشطة اللي ملهاش لازمة والحاجات اللي بضيع وقتي فيها تركتها وارتفعت لكي ما أرى يسوع. يا رب يا من دخلت إلى بيت زكا ووهبت الخلاص له ولكل في منزله، ادينا رب كلنا نحن نقرب منك، نراك، نلمسك، نأخذ منك خلاص وتبرير. كل مرة نيجي الكنيسة نيجي عشانك، عشان نشوفك، عشان نسمعك، عشان نلمسك، عشان نتحد بيك، وما يبقاش في حد أو في حاجة تقف حاجز بيننا وبينك، لا الناس ولا ضعفتنا، لكن نركز عليك، نجري عليك، نتشبث بيك، نحط رجائنا فيك، ونقول يا رب زي ما قبلت زكا تقبلنا، وزي ما خلصته كل اللي ببيته خلصنا وكل أهل بيتنا، لأن ليك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.